خلت يا حبيبي، خلت ما يرحم. شكرا يا شيخ. اللي بعده يا عيني يا دور. خشب بس. متجر جنكيز لبيع الكوينز امن من البند والتصفير 100%، ولا سمح الله صار لك شيء بيعوضك. المتجر يشحن الى 15 مليون كوينز في اليوم بدون اي مشاكل. للتواصل فقط عيكم على الواتساب وبحط رقمهم في الديسكريبشن. Do you know how you want it done? ايه وبالله خفف شويه بس. فتخف ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله بصحة وسلامة. والله لكم وحشي، ادري قاطعين فترة بسيطة، بدأ الدوام هنا في الجامعة، مقصرين معاكم شوية. ان شاء الله نرجع، والشهر الجاي حيكون شهر ملغم. زي ما قلت في تويتر، انا صراحة قررت قرار انه حيكون رحلة التأهل ان شاء الله كلها موجودة على تويتش واليوتيوب. تويتش حبث فيه 30 مباراة كل اسبوع اللي هي من 1 ل 30، وعشان اليوتيوب اخر 10 راح تكون مقطع للي يحبون المقطع وما يحبون البث. التويتش حقي حيكون نفس اسم القناة هذه، وان شاء الله باذن الله تأهل معاكم من اول مباراة لاخر مباراة. كم مباراة؟ 40 4 في 4 16، 160 مباراة يا حبيبي، 160 مباراة حتشوف لياها فبراير باذن الله، اذا ما صار يعني ظرف منا ولا منا. ثاني شيء يا حبيبي، باكج التوب 100 موجود من الاسبوع الماضي، والاسبوع هذا لعبت بتشكيلة ضعيفة نوعا ما او عادية 20 مباراة، ولعبت بالتشكيلة القوية 20 مباراة 17 في 3 ما لعبتها انا. الحمد لله جبت 36 فوز، وهات الجوائز يا حبيبي. اللي تون يا حبيبي، جيب 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 جيب. طبعا ما حفك ال 100,000، في مقطع باكجات التشكيلة الزرقاء لما تنزل كاملة ان شاء الله، في تفجير باكجات غير حسابي، حساب ثاني، حساب حبيبنا ابو مريم. وعندي انا 1 2 3 4 5 6 باكجات ابو 100,000 حفكها لما تنزل التشكيله كامله. ممكن اشحن بوينت وافك ابو 125,000 شويه منها وبس، هذا اللي في حسابي. في الحساب الثاني ان شاء الله في تلغيم، في تفجير باكجات، وان شاء الله نشوف الازرق في قناتنا هنا. نروح على حساب شو اسمه باكجات الليت، تشكيله اسبوع فيها سواريز سون. ايش بيتكلم كذا كثير صراحة، ابغى سون بس من ذا كله، ابغى سون واكون راضي. طيب سواريز، ويرنر تعال، سون، رودريغيز تعال، تشامبرلين، مايكل، ما في شيء صراحة. ممكن لانزيني اتوقع كويس هذا، لكن نقول سون باذن الله. ولو سون جانا في الليت يعني حاجة حلوة، ونفتحه الباكيج يا حبيبي. ادري انه المقطع هذا قصير شوية، 3 باكيجات، لكن ايش اسوي، عاد لازم اجمع المثال فلا. ورنر تكفى. من اول باكج شيء على الاقل ما نجح فلونه بالله، في الماني ستي ثاني غيره، الباقي اكيد معفن انا عارف، بس هذا يجيب شيء اتوقع على الاقل 100,000 60,000. هات كل شيء مقبول. الباكج الثاني يا حبيبي، عطنا علم كوريا بكولومبيا. لازم يكرر، تجيهم حكة لازم كذا، في لازم مكررين حتى مو مكرر واحد. يا ساتر ايش هذا الباكج، وات باكج التوب 100. صح انه حاس انه حسافة، والله ينفك هنا، اقسم بالله حاس انه حيجيني لانزيني اكثر اقوى واحد، والله حاس انه حسافة، اقسم بالله حاس انه حسافة انه ينفك هنا. لكن ايش يسوي عاد، قطعين على القناة، لازم ننزل شيء، لازم نكون متفاعلين في القناة. بسم الله، كوريا، أبغى كوريا بس، ما طلبت كثير والله، كوريا بس. كده كفاية كده تقرير، كده كفاية. والله عيب، والله عيب واحد يجيب 200 يجي له باكج زي كذا. يلا لنزيني ويرنر. 3 مرات طلعوا لي ذي. فيه ذول تعرف تودي الحوش حبيبي، ودي الحوش حبيبي. شوف الباكجات ابو 100، مو كثير صراحة، 6 بس، افك واحد الشيطان يوزع 5، نفك واحد يلا لعيونكم عشان المقطع ما يكون مرة قصير.
تخيل ازرق عاد، شوف شوف الدخان الازرق يليك كيف، طبعا مو ازرق ولا ايكون ولا انفورم، ذهبي هو عادي سويدي. العب يلا العب يلا العب يلا. هذا باكج 200,000 بالله، ايش خلاني افك؟ يوه اوه افك ب50 ثلاث مرات. الشيطان يوزك. العب يلا العب يلا العب يلا. ما ادري قاعد اغني طلع البدر علينا. طبعا ما هو ازرق، ايش بك اكيد يطلع لي. اخ والله مش بطال يعني، لا بطال. اخر باكج يا حبيبي، امضي ادري انه منظر مؤلم صراحه اني افتح بالكوينز، لكن ايش اسوي عاد. الله جميل، ختام جميل من غير شاشات يا حبيبي، ختام جميل. الله كم حاجه اصل لي للحين. اخ قلبي وليمون. ان شاء الله يكون استمتعت المقطع، في مقطع جاي ان شاء الله هو المقطع الباكجات الاسيسي اي الاسيسي، هو الاسيسي مو الاساسي، الاسيسي المقطع الاساسي ان شاء الله اللي حيكون دسم بباكجات كثيره لما تنزل تشكيله السنه. صراحه ما ودي اضيع زي ما تشوف الحين قاعد اضيع باكجاتي على الفاضي، لانه ما حيطلع لي اذا في خمسه بس، انا حظي اعرفهم خيس. ونشوفك المقاطع الجايه يا حبيبي، مع السلامه.